أفاد مراسلنا في اليمن نقلا عن مصادر في المقاومة الشعبية بأن قوات الجيش الوطني والتحالف العربي أحرزت تقدما على عدة جبهات لكسر الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكانت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي قد تلقت عتادا عسكريا من التحالف لدعمها في معارك فك الحصار عن تعز. في غضون ذلك قصف الحوثيون بشكل عنيف طوال الساعات الماضية قرى في محيط تعز وأحياء في وسط المدينة كما أفاد مراسلنا.